بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. نتحدث فيها اليوم عن مشهد هو في الحقيقة خطير وله تداعيات كبيرة إذا لم يلتفت إليها العرب ويتعاملوا معها بشكل يعني حاسم وفعال. نتحدث عن التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك بعد أن أغلقت إسرائيل أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين الجمعة الماضية، وقامت بفتحها كما وعدت يوم الأحد، لكن مع إجراء خطير رفضته كافة القوى الفلسطينية، هو وضع بوابات إلكترونية لتفتيش الفلسطينيين قبل دخول المسجد الأقصى، مع القيام أيضا بتحديد عدد معين لدخول المسجد. الفلسطينيون من جانبهم رفضوا هذا الإجراء وقاموا بالاحتجاج على ذلك وبالصلاة خارج المسجد، وذلك لعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لتكريس هذا الأمر الواقع. بالأمس أيضا حدثت اشتباكات بين المصلين وبين قوات الأمن الإسرائيلية، سقط معها عدد من المصابين، وأيضا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أيضا أصيب برصاص مطاطي. هذا في ظل طبعا دعوات من جانب الفلسطينيين لانتفاضة عربية بشكل عام لرفض هذا الإجراء التعسفي الإسرائيلي. ما هو هذا الإجراء وما هو حقيقته وما الذي يهدف إليه الإسرائيليون من وراء ذلك، هو موضوعنا في هذه الحلقة. معنا الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور أسامة. هنخرج مبدئيا إلى هذا التقرير ونعود بعد ذلك نبدأ الحلقة. تكررت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى بشتى الطرق، فتارة يتم تحديد سن المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة فيه، وتارة تتم فيه حفريات مشبوهة، وتارة يقتحمه المستوطنون في حماية قوات الاحتلال. لكن هذه المرة تجاوز الاحتلال كافة الخطوط وأغلق المسجد الشريف أمام المصلين في خطوة قد تنذر بعاصفة من الغضب لا تبقي ولا تذر. قوات الاحتلال تصر على إغلاق المسجد ووضع بوابات إلكترونية لفحص المصلين بداعي الحفاظ على الأمن. القرار يحمل أكثر من معنى، فمن جهة يختبر رد الفعل العربي والإسلامي، ومن جهة أخرى يفرض أمرا واقعا على الأرض مخافة شبح اتفاق سلام إقليمي ينتزع الأقصى والبلدة القديمة من السيادة الإسرائيلية. موظف الأوقاف الإسلامية والمقدسيون يواصلون اعتصامهم أمام أبواب الأقصى رفضا للبوابات الإلكترونية والعبور من خلالها، مؤكدين أن ذلك يعد تغيرا في الوضع القائم لا يمكن السكوت عليه. إذن الصلاة في مواجهة السلاح، هذه هي المعادلة التي يفرضها المقدسيون اليوم إزاء التعنت والصلف الإسرائيلي، وفي ظل اقتحام عدد من المستوطنين لباحات الأقصى المغلق أمام المصلين. تعالت الدعوات ليوم غضب فلسطيني نصرة للقدس والأقصى. يشمل يوم الغضب نفيرا للمدينة المقدسة ومواصلة الاعتصام قبالة بوابات الأقصى، إلى جانب مسيرات تعم أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهتها دعت القوى والفصائل الفلسطينية لتنظيم مسيرات بالضفة الغربية المحتلة لعدم قدرتها على الذهاب إلى القدس بسبب الجدار العازل الذي يطوق به الاحتلال المدينة، ويظل التوقيت هو اللعبة التي يجيدها الاحتلال في إقدامه على أي فعل يريد به فرض حقائق جديدة على الأرض. دكتور أسامة، نحن في حاجة إلى قراءة دقيقة لما تعنيه هذه الخطوات الأخيرة. البعض يرى أنه هذه البوابات مجرد بوابات للتفتيش وضمان إجراءات الأمن والسلام، هل هذا هو حقيقة الموقف والإجراء أم هناك أبعاد أخرى؟ يعني أولا دعيني أن أشكر اهتمامكم
تواصل تركيزك على قضية القدس، لأنها هي قضية تهم كل الأمة العربية والعالم الإسلامي والعالم الإنساني بشكل عام، لأنها هي جزء من حقوق الإنسان والفرد الطبيعي في عبادته وصلاته بشكل طبيعي جدا. لا يجب أن يتم منع أي مصلي أيا كانت ديانته في التوجه إلى مكان عبادته. وبالتالي المسجد الأقصى هو جزء من المساجد التي يحج إليها عامة المسلمون في العالم، وهي ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين لدى المسلمين. وبالتالي هذا جزء من حق كل إنسان مسلم في العالم، أن يوجد بوابات من طرف أو من جهة ليست لها علاقة بالمسجد الأقصى وليست لها علاقة بالشعب الفلسطيني، وهي جهة احتلال بالأساس، هي جزء من عملية الإذلال للإنسان الفلسطيني وللإنسان المصلي. حتى لا نتدخل في السياسة، نتدخل في الجانب الإنساني فقط، هي إذلال للإنسان الذي يصلي، الإنسان الذي يريد أن يدخل المسجد، حتى لو كان فلسطيني، أردني، عربي، مسلم، أيا كان من أي جهة في العالم، حتى لو من مواطنين داخل الأرض المحتلة عام 48 أو ما يسمى بالكيان حاليا، هم جزء منهم فلسطينيين الذين يذهبون إلى الصلاة مسلمين كانوا. بالتالي هذا جزء من عملية الإسلام. لكن هل هو فقط، يعني هذا من الجانب المعنوي طبعا، هو نوع من أنواع الإذلال والمهانة، لكن واقعيا وعلى الأرض، لأنه الشيخ عكرمة صبري في اتصال سابق يعني شفاه الله وعفاه طبعا كان تحدث عن أن ذلك إعطاء السيطرة للجانب الإسرائيلي على من يدخل وكيف يدخل ومتى يدخل إلى المسجد الأقصى، هذا في إخلال باتفاق بتبعية الإشراف على المسجد الأقصى. نعم. إلى الوقف الأردني، فهل هذا يعني حقيقي واقعي أن هذا إخلال بالاتفاقيات الموقعة بشأن الإشراف على المسجد الأقصى؟ نعم، بالتأكيد هناك اتفاق منذ عام 1967 بعد إحراق المسجد الأقصى، كان الوضع صعب جدا في عام 69، وبالتالي وضع هناك اتفاق بين وزارة الأوقاف الأردنية والاحتلال الإسرائيلي أن يكون هناك ما سمي اتفاق الستاتس كو. هذا الاتفاق يقضي بإدارة الأوقاف الأردنية للمسجد الأقصى، ويوجد العديد من الحراس العرب الفلسطينيين الأردنيين من أهل البيت، من أهل محيط البيت المقدس المسجد الأقصى، وبالتالي هؤلاء يتواجدون بشكل دائم ويتناوبون على الحراسة والإعداد والأذان وترتيب المسجد وتنظيفه. وبالتالي هناك يعني أكيد زرتي المسجد قبل ذلك من خلال عملك، وبالتالي تعرفين أن هناك فيه كل ما أمكن من دار للمعارف والعلوم والأرشيف الإسلامي والتراث الإسلامي الداخل المسجد، وبالتالي كل تاريخ الإسلامي الحقيقي الذي بدأ منذ عهد عمر بن الخطاب حتى الآن موجود في داخل المسجد الأقصى، المخطوطات العربية، المخطوطات الإسلامية التي تؤكد على عروبته والتي تؤكد على إسلامية المكان. وبالتالي اليونسكو قبل ذلك أصدر قرار في هذا الإطار وأكد على عروبته وأكد على إسلاميته، على أنه جزء من الأثار ومكان العبادة للمسلمين. لذلك هذا على المستوى الإنساني كما ذكرت لك. وقبل أن نتحدث في السياسة، هذا بحد ذاته نوع من أنواع الذي جرى اليوم والذي يجري خلال الأيام الماضية، نوع من أنواع أو الخطوة في طريق عملية التهويد المنظم التي تهدف لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تفرض يعني هذه على البداية. هذه البداية، لأنه إحنا التهويد نتحدث عنه دائما كخطة إسرائيلية، لكن لم تكن هناك معالم بهذا الوضوح. التهويد، حتى أنا أوضح يعني نستبق الأمور وننهيها، نوضح المسألة. التهويد هو عملية إحلال للمواطن الفلسطيني العربي المقيم في القدس، أيا كانت ديانته، أيا كانت جنسيته، هو فلسطيني عربي يتم إحلاله بيهودي آخر. بالتالي هذا اسمه تهويد. يعني حتى يهودي، حتى الذي يحصل على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود، من عرب 48 كما نسميهم فلسطين 48 الذين وقعوا تحت الحكم الإسرائيلي في عام 48، لا يستطيعون السكن في داخل البلدة القديمة ولا يستطيعون السكن في داخل أرضهم التي هي فلسطين كلها بالتأكيد. لذلك هذا جزء من عملية التهويد. الاستيطان هو جزء من عملية التهويد. شق الطرق وهدم الأشجار هو جزء من عملية التهويد. الآن الذي يجري في المسجد الأقصى من عملية إغلاق للمسجد الأقصى وفتح بوابات إلكترونية هو جزء من عملية التهويد. كيف يعني هو البوابة هذه يهودية؟ نعم هي يهودية، لأن الذي يقف عليها حارسا هو جندي إسرائيلي
يهودي يتالي يمنع المصلي من الذهاب ويقوم بتفتيش وإذلال، وبالتالي هذا إذلال ومهانة لكل دور العبادة والمصلين المسلمين الذين يتوجهون لدور العبادة. بالمناسبة المسجد الأقصى ليس وحده، هناك العشرات من المساجد التي هدمت قبل ذلك والتي تحولت إلى كنس يهودية، والتي هدمت أساسا وتحولت إلى اسطبلات خيول في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. وبالتالي بشكل عام المشهد مرعب، هناك مخطط متسارع. ماذا يعني وجود بوابات؟ القصة ليست في بوابات إلكترونية لحماية المسجد، كما أن هناك في العديد من الأماكن دور العبادة يوجد بوابات إلكترونية لحماية المصلين. لا لا، ليست هكذا كما تدعي حكومة الاحتلال. هي المسألة أخطر من ذلك. هي أولا تحدد أولا حكومة الاحتلال أن الذين يجب أن يصلوا في المسجد 5000 مصلي فقط. هذا صدر يعني هذا صدر أولا. ولو كان هناك لدى المسجد الأقصى فيه حوالي 7 بوابات تقريبا، بالتالي 7 بوابات عندما يتم فتح البوابات للمسجد الأقصى، نحن نتحدث عن أن لو كل بوابة فتحت دقيقة واحدة للمصلي، عندما يتم تفتيش الشخص يحتاج إلى دقيقة واحدة. إذا أردنا إدخال 1000 شخص نحتاج إلى 1000 دقيقة. فبالتالي إذا أردنا إدخال من 7 بوابات في وقت واحد لا نستطيع إدخال 7000 مصلي. بالتالي هذا بحد ذاته يحتاج إلى 1000 دقيقة. نحن نتحدث عن مئات الساعات، عن عشرات الساعات، والوقت الطويل جدا. إذا ذهبت لصلاة العصر أو صلاة المغرب تحتاج إلى أن تأتي مبكرا من قبل صلاة الفجر، تأتي تقف على الدور. طب يعني يسعى من ذلك يسعى من ذلك الإسرائيليون إلى يعني من مضاعفة الوقت وتصعيب الأمور إلى تقليل أعداد المصلين بالتأكيد. هذه الخطوة الثانية. وبالتالي إذا شعر المواطن بالإذلال على بوابة الأقصى فإنه يقصر المرة القادمة، لا يستطيع الصلاة، وبالتالي التالية والثالثة، وبالتالي لا يستطيع الذهاب كل يوم، خاصة كبار السن، لأنه نرى كبار السن لا يستطيع الوقوف على البوابات بهذه المسافة وهذه المدة الزمنية، وبالتالي يعني يقرر أن يصلي في بيته وينهي الأمر. وبالتالي هذه جزء من عملية عزوف، تخطيط لعزف المواطنين أو عزوف المواطنين عن المسجد الأقصى، هذا أولا. ثانيا، عملية التحكم بوجود 5000 مصلي هي التحكم بوجود عدد محدد من المصلين، وهذا غير جائز شرعا بالأساس. كم يسع المسجد؟ المسجد الأقصى يصل إلى يعني تقريبا 500,000. بالعادة يصلي فيه كل جمعة مثلا ما فوق 200,000 إلى 300,000 مصلي. إذا ما لمن لا يعلم قدر وليس المسجد فقط، باحاته أيضا، المسجد وباحاته مساحته. المسجد هو عبارة عن الحوض المقدس الذي يسمى الحوض المقدس، هو عبارة عن مساحته 144,000 متر مربع. يعني بالتالي نتحدث عن مساحة كبيرة تتسع ما يعادل 500,000 مصلي إذا ما تم ترتيب المكان للصلاة. عادة يصلي في المكان ما يقارب من 250 إلى 300,000 إذا ما فتحت وقررت حكومة الاحتلال فتح بوابات المسجد الأقصى. فنحن نتحدث عن مزار، عن مكان للحج، دار من دور الحج، هو الحرم الثالث في الإسلام. وبالتالي حتى كانت تشد إليها الرحال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى المبارك. وبالتالي قبلة المسلمين الأولى كانت، لذلك من المفروض أن يتم فتح هذه البوابات وإزاحة البوابات الإلكترونية حتى يتم فيما بعد الذهاب والخروج إلى الصلاة بشكل طبيعي. طيب النقطة الأخيرة في هذا الإطار التهويد. ماذا يعني التهويد؟ هي إدخال السياح اليهود أو المتطرفين لاقتحامات بشكل يومي، هو طبعا سياح الأجانب زائد المستوطنين اليهود الذين يأتون لإقامة شعائرهم في داخل المسجد، وهو محرم عليهم كما ذكرت اليونسكو وأقرت اليونسكو مؤخرا بالدلائل والدامغة والقرائن الثابتة في هذا الإطار. لذلك هم لا يستطيعون مواجهة المجتمع الدولي ولا القانون الدولي ولا الحقائق التاريخية، وهم أتحدى إذا كان هناك لديهم أي إثبات يثبت لهم يعني ليس حجرا واحدا، مليمتر من الحجر الواحد في داخل المسجد الأقصى أو في ما يسمى بالهيكل المزعوم. يعني وجود هذه البوابات تسهل دخول
المتطرفين اليهود الذين كانت تحدث اشتباكات بالطبع. بينهم وبين المصلين العرب طبعا. لكن هناك على البوابات يقف المصلون أو الفلسطينيون الذين يرفضون العبور من هذه البوابات. هل ما زال الفلسطينيون عند هذا الموقف؟ وهل تصاعد يعني منذ الدقيقة الأولى للإعلان عن وجود هذه البوابات ووضعها بالفعل إلى اللحظة التي نتحدث فيها؟ نعم، هناك أولا إغلاق البوابات من الداخل في وجه الحراس وطرد كل الحراس المسجد الأقصى الذين يعملون مع وزارة الأوقاف الأردنية. ثانيا المصلين جزء كبير جدا منهم كما ذكرت في البداية أنهم كبار سن ولا يستطيعون الدخول من هذه البوابات لأنها جزء فيها إذلال وعملية الدخول عن طريق الأشعة الإلكترونية، وبالتالي هي من يعني تضع الرجل المسن في تزيد من همومه يعني بالضبط في خطورته الصحية. لذلك الجزء الأكبر يصلون في خارج المسجد الآن بسبب هذا الإجراء. لكن ثم في بعض المصلين يدخلون؟ لا 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 أحد يدخل، هناك قرار واضح والمصلين جميعا يصلون خارج المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى حتى يتمكنون من الحصول على بركة الصلاة، ولكن بالأساس هم لا يتمكنون من الدخول إلا من خلال البوابات الإلكترونية. وهذا قرار شعبي بالمناسبة قبل أن يكون قرارا سياسيا أو سياديا أو وطنيا أو حتى دينيا، هو قرار شعبي ضمنيا رفضت الصلاة الدخول من هذه البوابات باعتبار أنها تهدف إلى كما يمثل ذلك يعني ورقة ضغط على الإسرائيليين أم أنهم يعني موقف حتى إذا بقي كذلك ليس لديهم؟ هناك جهود، هناك جهود تبذل من العديد من الأطراف، يعني منها المملكة الأردنية الهاشمية باعتبار وزارة الأوقاف تتحمل المسؤولية الإدارية عن إدارة المسجد، والإدارة القيادة الفلسطينية أيضا، وحراس المسجد الأقصى يتابعون، والشعب الفلسطيني هناك يقومون بحراسة المسجد الأقصى وهو توقون للدفاع عنه بأي شكل من الأشكال، وهم كما يعني ذكر في الأحاديث النبوية في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذين يرابطون في المسجد الأقصى وحوله. بالتالي هناك جهود حسيسة لإنهاء هذه الأزمة. من من؟ وإنهاء هذا يعني نريد أن نعرف ما هي الجهود. طبعا الفلسطينيون دعوا إلى يوم غضب فلسطيني في الداخل. نتحدث عن الداخل الفلسطيني ونتحدث أيضا عن الدول العربية والموقف العربي الموحد. يعني حقيقة الموقف العربي هناك ما زالت عملية الإدانات وعملية التحركات الدبلوماسية ما زالت يعني للأسف الشديد عاجز عن أن تتخذ قرارا فاعلا أو أن تضغط باتجاه تهديد مصالح الاحتلال الإسرائيلي. مش بالضرورة أن إحنا أن نقوم بشن طائرات الدول العربية ونعلن الحروب المسلحة، ومش بالضرورة أنه يتم اللي هو صرف مئات المليارات من الدولارات على المسجد الأقصى. نحن على الأقل نطالب أو نتمنى أن يكون هناك تحركا جادا تهديد مصالح، يعني على الأقل أن يكون هناك استخدام لغة المصالح حتى لمرة واحدة في سبيل وقف هذا التهويد وهذا الإجراء الخطير الذي ربما يكون قريبا جدا أن يكون هناك عملية هدم للمسجد الأقصى أو عملية بدء الخطوة التالية التي ستمهد لبناء هيكلهم المسجون كما خططوا. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين. سماحة الشيخ، يعني كيف تقرأ ما قامت به إسرائيل والمطلوب الآن عربيا أو دوليا لإيقاف هذا التصعيد الإسرائيلي القائم بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إسرائيل منذ زمن بعيد وهي تخطط لبسط عمامتها وفرض سياستها على المسجد الأقصى المبارك. هناك مخططات كثيرة إسرائيل تقوم بتنفيذها بشكل ممنهج في القدس وفي المسجد الأقصى وفي كل فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية. وأنا أقول دور الصراع المركزية بين الأمة الإسلامية بكاملها وبين المشروع الصهيوني هو المسجد الأقصى، المدينة القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك. إذا ما مرت الأمور هكذا وإسرائيل فرضت الهيمنة على المسجد الأقصى وأقامت الهيكل المزعوم في ساحاته كما تخطط لذلك، وتمنعنا من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وتحوله إلى كنيسة يهودية، نعم في حينها إسرائيل تستطيع أن تقول أنها
قامت بإنهاء القضية الفلسطينية، ولكن نحن في القدس لن نمكن الاحتلال من ذلك مهما تكلف ذلك من تضحيات. إسرائيل قامت بإغلاق المسجد الأقصى يوم الجمعة صباح يوم الجمعة ومنعت أداء صلاة الجمعة، وبعد ذلك استمر الإغلاق يوم السبت والأحد، وقامت بفتحه يوم الأحد ظهر الأحد، ووضعت بوابات إلكترونية وإجراءات إسرائيلية كثيرة على بوابات المسجد الأقصى. نحن رفضنا أن نتعامل مع هذه الإجراءات والبوابات، لأن هذه البوابات هي رمز السيادة الإسرائيلية. نحن سنصلي على أبواب المسجد الأقصى المبارك، في محيط المسجد الأقصى، في شوارع القدس، في أزقتها، حتى تزول هذه البوابات وتزول إجراءات إسرائيل الاحتلالية ضد المسجد الأقصى المبارك. نعم، نحن رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى بالنيابة عن الأمة. نحن نتمنى على أمتنا العربية والإسلامية أن تقوم كما تفضل الأخ يعني بإجراءات، يعني أنا أستبعد شن الحروب ضد إسرائيل، ولكن تستطيع الأمة بما لديها من إمكانيات الضغط على حكومة إسرائيل لكبح جناحها، لأنها الآن إسرائيل تستهدف أولى القبلتين وثالث المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، تستهدف عقيدة ودين 1.7 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. يعني لا يمكن أن نسكت على ذلك، ولا يمكن للمسلمين أن يسكتوا على ذلك بأي حال من الأحوال، وبعد ذلك يقولون الإرهاب. إذا إسرائيل يعني هي منبع الإرهاب، هي التي الآن تصنع الإرهاب في كل مكان في العالم. نعم، لأننا لا نسكت، لن نسكت عن المساس بأقصانا، بقدسنا، بأرضنا، بقضيتنا على أي حال من الأحوال. المسجد الأقصى ليس شأنا فلسطينيا فحسب، وإنما هو شأن كل عربي ومسلم وكل حر في العالم. اليونسكو قرر قبل أيام أن المسجد الأقصى وحائط البراق يعني ومدينة القدس القديمة هي تراث عالمي يخص الشعب الفلسطيني. نعم، ويرفض السيادة صحيح. طب وبالتالي هذه المراهنة على هذه الجهات الدولية، المراهنة على الرأي العام الدولي، برأيك إلى أي مدى هو ناجح في هذه اللحظة؟ وهل أنت راضي عن ردود الأفعال سواء كانت عربية أو دولية منذ ما حدث من موضوع تركيب البوابات الإلكترونية حتى الآن؟ للأسف ردود الفعل سواء العربية أو الإسلامية أو المجتمع الدولي هي ردود باهتة فاكرة، يعني لا ترتقي من مستوى خطورة الوضع القائم الآن في القدس. الأمر خطير للغاية، وأنا أقول الآن الوضع في القدس وفي أراضي فلسطين ينذر بثورة عارمة ضد الاحتلال. وأنا أقول على الاحتلال أن يراجع يعني ما قام به من إجراءات ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن يزيل البوابات الإلكترونية قبل أن تتفاقم الأمور، لأن المسجد الأقصى المبارك هو هوية فلسطين، لا يمكن أن نتنازل عن هويتنا، عن حضارتنا، عن ديننا، عن عقيدتنا لصالح المشروع الصهيوني. طيب، لكن أنت يا دكتور يعني تؤكد لنا أن المرابطين من الفلسطينيين سيبقون ويرابطون أمام المسجد الأقصى مثل ما كانوا يفعلون في الداخل لمنع المتطرفين اليهود من الدخول، سيبقى هذا هو الموقف الفلسطيني طالما بقي هذا الإجراء الإسرائيلي، صحيح؟ الآن إسرائيل من باب المغاربة تسمح للمستوطنين واليهود دخول ساحات المسجد الأقصى لأداء الصلوات التلمودية فيه، على الرغم من أن ونحن لا يمكن أن ندخل المسجد الأقصى عبر إجراءات الاحتلال والبوابات الإلكترونية. هم يريدون أن يستفردوا في المسجد الأقصى المبارك، ولكن خارج المسجد الأقصى ستشتعل الدنيا. أنا أقول إسرائيل تدفع لحرب دينية لا تبقي ولا تضر. إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى عنف يعني لا يعرف مداه إلا الله عز وجل. إسرائيل يجب على العالم الذي يسعى لأن يكون هناك هدوء واستقرار في المنطقة أن يضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، ضد الشعب الفلسطيني، ضد العالم الإسلامي.
نعم، ما تقوم به إسرائيل ليس ضد أبناء القدس فحسب وإن الشعب الفلسطيني، وإنما ضد العالم الإسلامي بأسره، لأن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة الأمة، جزء من شرفها من كرامتها. حينما كانت تتعرض القدس والمسجد الأقصى للاحتلال كانت الأمة تحرك الجيوش لتحريره. أنا أقول لإسرائيل، القوي لن يبقى قويا للأبد والضعيف لن يبقى ضعيفا للأبد. نعم. عليها أن تستخلص العبر من الماضي. نعم، وأن تعود عن غيها وعن باطلها وعن عدوانها وغطرستها. شكرا جزيلا دكتور الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، يعني انضمامه إلينا عبر الهاتف من الأراضي الفلسطينية. ماذا يعني، كيف ترى هذه الكلمات المؤثرة؟ يعني هو لخص الوضع الميداني على الأرض وما يجري بشكل أدق، باعتباره أنه جزء من الحالة، باعتبار أنه جزء من أبناء الشعب الفلسطيني الموجودين. كان حديثه واضح بأن هناك أمل في أن يكون تحرك عربي وتحرك دولي، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك عربي ولا يوجد خطة حتى هذه اللحظة لرد هذا الاعتداء السافر الذي ربما يكون هناك له توابعه الخطيرة جدا. التي يعني هو توقع أن تشتعل الأرض من حول المسجد الأقصى، يعني هل توقع انتفاضة أخرى مثل ما حدث في عام 2000 عندما دخل شارون المسجد الأقصى؟ هو فعلا هناك في بوادر لانتفاضة، هناك بوادر لانفجار. هذا الانفجار يبدأ في التصاعد تدريجيا، عندما تشعل النار تكون بعود ثقاب ثم تبدأ تتفاعل حتى تنفجر في المكان أو تشتعل النار في المكان كله. بالتالي كما حدث في يوم 28 سبتمبر 2000، عندما هاجم أريل شارون المسجد الأقصى في ذلك الوقت وقام باقتحام ودخول ووحدات مدججة من الجنود الاحتلال في ذلك الوقت، اشتعلت الانتفاضة تدريجيا وتصاعدت. هي بدأت في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، وبعد أيام بدأت تتصاعد في كل الأرض المحتلة. نفس الأمر في انتفاضة 1987 عندما تم الاعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين واغتيالهم بدهسهم بسيارة من سيارات المستوطنين في عام 1987، أدى إلى اشتعال انتفاضة في الأرض المحتلة. وبالتالي هناك الوضع الآن على حافة الانهيار والانفجار. كانت هناك في عام 1996 عندما قرر نتنياهو أن يفحر نفقا تحت المسجد الأقصى، انفجرت في ذلك، كان رئيس وزراء في ذلك الوقت، وانفجرت الضفة وغزة في هبة سميت بهبة الأقصى، استمرت 3 أسابيع حتى تدارك الأمر وعادوا عن قرارهم وعيد، يعني توقف الأمر من خلال وقف إطلاق النار. يعني يمكن أن تكون هذه إذا حدث، نعم، يعني هي بوادر حقيقية، وهناك إصرار من الشعب الفلسطيني عن أن يحرس مسجده، وهناك حالة من الغضب والغليان لدى الشعب الفلسطيني غير مسبوقة. طب هل ترى أن إسرائيل بهذا الموقف يعني هي تجس النبض سواء كان فلسطيني؟ نعم. أو العربي، هي فعلا يعني تجس النبض، لأنه بالتأكيد هي تدرك عواقب هذه الفعلة التي ارتكبتها. هي تدرك العواقب القانونية، ولكن هي لا تخشى لا قانون دولي ولا تخشى قوة عربية ولا تخشى دبلوماسية سياسية عربية ولا حتى دولية، لأن حتى الولايات المتحدة تصطف إلى جانبها بالشكل العام. يعني بالصورة النهائية نجد أن هناك صمت دولي مريب، وهناك يعني إسناد دولي واضح من الولايات المتحدة في تصريح وزير خارجيته بالأمس، ونائب رئيس الوزراء نائب الرئيس الأمريكي قال بشكل واضح نحن مع إسرائيل بكل الأحوال. يعني بالتالي هذه ليست يعني جديدة في الإضافة في الإعلام أو في السياسة، وإنما هذه مسلم بها من ضمن مسلمات الإعلام السياسية. لكن الذي يملك الضغط على إسرائيل يعني قد لا تكون الجهات الدولية، قد لا تكون الأمم المتحدة، لأن قرارات الأمم المتحدة لم ينفذ أي منها، لكن للولايات المتحدة القدرة على الضغط على إسرائيل. هل يمكن للعرب استثمار يعني قدر من التقارب العربي مع الولايات المتحدة في هذه اللحظة؟ بالتأكيد العالم كله يقف الآن في علاقاته معا في جزء من ما يسمى بالعلاقات الدولية كعلم، يقف في علاقاته مع بعضه وفقا لنظرية تبادل المصالح،
وبالتالي تبادل المصالح والعلاقات وفقا لتقديري العلاقات تأتي ما بين الدول وفقا للمصالح وتقدير حسب حساباتها في كل منطقة. العلاقات الأمريكية الروسية تتوقف في سوريا، تختلف علاقاتها في سوريا عن علاقاتها في القضية الفلسطينية، علاقاتها في يعني في الأرض الفلسطينية المحتلة، علاقاتها في العراق. هذا له مصالح وهذا له مصالح، هذا له مضار وهذا له مضار، وبالتالي تبدأ الحسابات بين الدول. لذلك العرب يستطيعون الضغط على الولايات المتحدة وجرها إلى إسناد الحق الفلسطيني. العرب على الأقل إن لم يستطيعوا الضغط على الولايات المتحدة يستطيعوا استخدام كل أدوات القوة التي يتمتعون بها، يعني هي كثيرة ومتعددة ولا نريد أن نعددها، ولكن هناك عناصر قوة عديدة في استخدام القوة الفلسطينية أو العربية لإسناد الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني. بالمناسبة هذا ليس عيبا أن تستخدم الأمة العربية. هناك للأسف الشديد أيضا حالة من الإحباط لأول مرة تحصل، أن الشعوب العربية للأسف أيضا لديها إهمال في هذا الملف باعتبار أن الفلسطيني أو حتى المسجد الأقصى تحديدا، لأن جزء منها منشغل في همومه الداخلية وفي قضايا وفي حروبه، الذي قتل ابنه وأخيه وغرقا في البحار هربا من الحروب الدموية الأهلية التي تجري في وطنه. صحيح، لأنه يعني الأزمات في الشعوب كثيرة. مثلا يا دكتور، عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، كان الجميع، كل العرب وكل العالم يتابع ما يجري، وانفجرت الأمة العربية وخرجت من جامعة القاهرة أول مظاهرة، خرجت في كل مكان. الآن بعد أكثر من يوم على هذه الإجراءات، بالفعل الدول العربية هل تراها منشغلة بملفات صراع داخلية ونزاعات وحروب ومخاوف من تقسيم ومشكلات اقتصادية ومادية؟ يعني هل إذا اندلعت الانتفاضة مرة أخرى ستكون أو ستأتي في متغيرات إقليمية كثيرة؟ أنا أقول أن الدول العربية ليست حكام، الدول العربية أيضا شعوب ومكونات اقتصادية ومكونات سياسية ومؤسسات، بغض النظر عن حالة قوة كل مؤسسة تختلف عن الأخرى. الشعوب العربية قوة حقيقية تستطيع أن تستخدمها في مواجهة هذا الاحتلال، وهناك أدوات كثيرة في مواجهة هذا الاحتلال، منها المقاطعة، منها المقاطعة الاقتصادية، منها المقاطعة حتى في السياحة، أن تمنع دخوله إلى أراضيك على الأقل إذا كان هناك علاقات، أن تستدعي سفراءهم إذا كان، أن تقوم بتوبيخهم، أن تقطع العلاقات الاقتصادية والمنتجات التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. بالمناسبة في هناك حملة مقاطعة بدأت في العديد من دول العالم قبل عامين أو ثلاثة وأثمرت كثيرا، والعالم يتعاطف في هذا الإطار مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني. تفعلت في فرنسا وتفعلت في أوروبا بشكل عام، وتفعلت حتى في جنوب أفريقيا في دول أمريكا اللاتينية، المستوطنات، وفي جزء منها أيضا يعني هناك العديد من دول والعديد من المناصرين للشعب الفلسطيني وللحقوق الفلسطينية يتحدثون عن أبعد من المستوطنات، يريدون وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام باعتبار أن الاستيطان هو جزء من سلوك الاحتلال وجزء من سلوك هذه الحكومة التي هي بالأساس استيطانية. وبالتالي المسألة معقدة، يجب إعادة تثوير الأمة العربية وتصحيح مسار الشعوب العربية من خلال منهج التعليم. أنا أتحدى أن يكون هناك ليس وزراء، وأنا لا أريد أن أقول أن هناك مواطنين عاديين، وزراء لا يعرفون ماذا يعني المسجد الأقصى، وليس لديهم ثقافة حتى عن مدينة القدس الإسلامية والمسيحية والكنائس وأين ولد سيدنا المسيح، في حالة من التفريغ يعني. وبالتالي جزء للأسف الشديد أن هناك انشغال كبير جدا في وسائل الإعلام العربي في القضايا الأقل من هل يعتبر هذا جس نبض من الجانب الإسرائيلي؟ بالطبع. يعني بعد كل هذه السنوات من الربيع العربي وثورات التي اندلعت في دول العربية حتى منها المجاور لإسرائيل، ولم يعني نرى لإسرائيل يعني مواقف قوية، الآن هل أصبحت تريد أن تختبر؟ ما الذي وصل إليه العرب بعد هذه السنوات؟ هي حكومة الاحتلال تريد أن تثبت أمرين، أن تتأكد من فكرة أن هناك اختبار للقوة الرد الفعل العربي الحقيقي، وهي بالفعل تختبر الآن، والشعبي الفلسطيني والعربي. الأمر الآخر بشكل آخر، هي تريد أن تكرس حقائق على الأرض، وبالتالي إذا ما
تم تثبيت هذه المسألة وتم تمريرها سيبنى عليها للخطوة القادمة التقسيم. الآن سيتم التقسيم الزماني ثم المكاني، الزماني بدخول المصلين في وقت محدد، المسلمين في وقت محدد، اليهود في وقت محدد، وبالتالي السياح الأجانب في وقت محدد، ومن ثم كما فعلوا في قصة منع الأذان وإقرار قانون منع الأذان ورفع الصوت وتخفيضه، نوع من أنواع الاختبارات التي ترسلها حكومة الاحتلال. قرارات التقسيم التي صدرت في الكنيست مؤخرا بالقراءة الأولى بالأمس، صدر قرار في الكنيست البرلمان الاحتلال أنه يجب أن يكون هناك قرار واضح بعدم تقسيم مدينة القدس بغرب شقيها الشرقي والغربي. نحن نتحدث بشكل واضح أن هذه المسألة تشكل خطر حقيقي ليس على حل الدولتين ولا على عملية السلام ولا حتى في إشعال حرب دينية في المنطقة، إنما على السلم الأهلي والعالمي. بالتالي لأن فلسطين هي جزء أساسي ورئيسي من مصدر الصراعات في فلسطين ومصدر السلم العالمي في فلسطين، يبدأ من فلسطين وينتهي في فلسطين. طيب، إذا ما تحقق السلام في مدينة السلام مدينة القدس، إنما سيتحقق تلقائيا وتدريجيا، سيتفكك كل المبررات التي تحدث في المنطقة وتخرج في المنطقة هنا وهناك. القضية الفلسطينية هي لب الصراع، الصراع العالمي وليس الفلسطيني أو العربي كما يتحدث دائما العقلاء. طيب الموقف كيف هو في غزة الآن؟ يعني بعد عدة سنوات من الانقسام والانفصال، هل يمكن لهذا الموقف أن يوحد الفلسطينيين؟ حالة الغضب هل ظهرت أيضا في غزة؟ يعني كيف هي المؤشرات؟ هو موقف سلبي حتى اللحظة، بمعنى مش سلبي بالموقف، هو الحديث عن أنه القدس وخرجت يعني إعلانات من أو قرارات أو ربما وسائل الإعلام تصريحات من هنا وهناك من العديد من الفصائل الفلسطينية تهدد وتحذر، وأن الاحتلال يعني سيواجه ويلا وسيواجه انفجارا شعبيا وسيواجه رد حقيقي على الأرض ربما قريبا سنشهده. هذا ما تحدثوا فيه، لكن هذا كله لا 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 يعفي من ضرورة إنهاء الانقسام. الحجر الأول في مواجهة هذا الاحتلال لتثبيت مداميك الدولة الفلسطينية وتحرير الأرض الفلسطينية يجب أن يكون على قلب رجل واحد. إذا ما لم نكن على قلب رجل واحد ما حاجتنا. يعني واعتصموا بحبل الله جميعا، آية واضحة في القرآن الكريم تتحدث بشكل واضح أن الوحدة الوطنية هي أساس ومصدر كل الثورات في العالم. الوحدة الوطنية هي أساس الاستقلال الفلسطيني. إذا ما كان هناك استقلالا وقرارا سياسيا بالاستقلال الفلسطيني وتم إجلاء الاحتلال عن الأرض المحتلة عام 67، كيف نقيم دولتنا إذا لم تكن غزة موحدة مع القدس؟ كيف يمكن أن يتحرك الشعب الفلسطيني من الضفة من هنا وهناك بقرار سياسي واحد إذا كانت القيادة السياسية ممزقة ما بين حركة حماس وهل على هذا رهن أيضا الجانب الإسرائيلي؟ يعني ضعف الموقف الفلسطيني ربما يكون هذه المرة أضعف من سابقاته بسبب حالة الانقسام الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي يعني بشكل واضح هو الذي أسس وهو الذي صنع هذا الانقسام وهو الذي غذى هذا الانقسام وما زال يغذي هذا الانقسام ويدعم بشكل أو بآخر ويعمل ليلا نهارا على إفشال كل جهود الوحدة الوطنية الفلسطينية. كلما اقتربنا أو كلما اقتربت القيادات الفلسطينية الرئيس الفلسطيني من حركة حماس لإنهاء الانفصال الفلسطيني الانقسام الفلسطيني الذي يجري في غزة الآن وتقوم في حركة حماس بفعل الأمر الواقع، وأنا لا أريد أن أقول أن حركة حماس يعني تعمل تحت مظلة الاحتلال الإسرائيلي بهذا المنطق، ولكن أقول أن هذا الانقسام يخدم الاحتلال سواء كانت حماس أو غير حركة حماس في غزة. بالتالي إسرائيل تريد أن تغذي. مثلا في عام 2014 تم تشكيل حكومة وفاق وطن، شكلت الحكومة في 1 يونيو 2014. في أقل من 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 أيام جرت تصعيد للموقف الإسرائيلي والهجمات والقصف الإسرائيلي وإذا بالحرب والهجوم والعدوان على غزة. بالتالي كان الهدف من هذا العدوان هو إفشال الجهود والخروج بقيادة في غزة لحركة حماس تنسلخ عن الضفة وعن القيادة الفلسطينية الرئيسية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كان الهدف من هذا العدوان الإسرائيلي ليس ذلك فحسب وليس ذلك عزيز الانقسام، هو إنهاء
الشرعية الفلسطينية التي كانت تتوجه إلى الأمم المتحدة لتحقيق الحقوق الفلسطينية، لأنه كان اعتراف من الرئيس أبو مازن ذهاب إلى الأمم المتحدة. نفس الأمر كان في عام 2012، كان هناك خطوات غير مسبوقة للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن باتجاه الأمم المتحدة للحصول على دولة فلسطين. كلما اقتربنا من مؤسسات أمم المتحدة، كلما اقتربنا من الصراع الدبلوماسي والقانوني الذي تريد القيادة الفلسطينية، يعني نحن نريد أن نوضح مسألة. صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي هو كالآتي: هم يتمكنون بالقوة العسكرية، وإذا ما تمكنوا منا بالصراع العسكري هم سينتصرون، الغلبة العسكرية لهم. ولكن إذا كان هناك صراعا سياسيا وقانونيا، بالتأكيد الحقوق معنا، لأن كل ما يتعلق بالقانون الدولي وكل ما يتعلق بالدبلوماسية والسياسة وحتى الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية كلها تأتي في إطار دعم الحقوق الفلسطينية. لذلك نحن يعني تعمل القيادة الفلسطينية على جر هذا الاحتلال إلى مربع القانون الدولي ومربع الصراع السياسي والقانوني والحراك الدولي، ليس الحراك الدموي الذي يجرنا إلى المزيد من الويلات. ربما يكون هم خاسرون ايضا، ولكن نحن يعني نكون الاكثر خساره في هذا الصراع. ونحن بالمناسبه قطر الدم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك يعني هدم الكعبه حجرا حجرا اهون على الله من هدر دم. يعني صحيح، ولكن يعني طب هل ترى استجابه قويه لدعوات الغضب في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وتحديدا في الضفة الغربية، ولا برضو هناك الأمور فعلا هادئة؟ يعني لا هناك فعلا في غضب، هناك في حراك، في هناك ربما يكون هناك تصعيدا أكثر. هناك يوم غضب دعت له الفصائل الفلسطينية عديدة بغض النظر عن أن هناك انقساما، ويعني نحن مستعين منه، لكن الحقيقة أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر أحد، لا ينتظر فصائله، لا ينتظر قياداته في التحرك للدفاع عن المسجد الأقصى، لأنه أولى القبلتين كما ذكرنا. طيب الرئيس أبو مازن اليوم هو في الصين. نعم. مظبوط. هل يمكن الاستفادة من هذه الزيارة؟ يعني الصين لا تتدخل سياسيا بتصريحات نارية، ولكنها قوة من القوى الكبرى طبعا في العالم. ما الذي يمكن أن لا، هي الزيارة لها دلالات أخرى تأتي في إطار يعني كانت معدة مسبقا في جدول الأعمال والترتيبات. يبدو أن هناك مبادرة طرحتها الحكومة الصينية، وهناك مبعوث لأول مرة قبل ذلك يعني طرحوا أن هناك مبعوثا للسلام من الصين، والصين دولة عظمى، والآن تتحدث عن يعني عملاق صيني ينتشر في العالم ويسيطر ربما على جزء كبير جدا من الاقتصاد العالمي. وبالتالي هناك أفكار صينية عديدة مطروح، فكرة مبادرة سلمية. أنا لا أعتقد أنها ستلقى استجابة، ليس منا وإنما من الاحتلال الإسرائيلي. القيادة الفلسطينية والرئيس دائما ما يرحب بكل المبادرات الدولية بالمناسبة. وبالتالي يعني نحن لا نريد أن يكون هناك لدى العالم مبررا واحدا أن يقول قضية الفرص الضائعة كما ذكر البعض. وللأسف إعلامنا العربي الذي يقول أن فلسطين أو قضية فلسطين قضية الفرص الضائعة، لا، هذا غير صحيح. القيادة الفلسطينية تبحث عن خرم إبرة من الفرص وتبحث عنها وتلتقطها فورا. المبادرة العربية للسلام قامت فورا بالتقاطها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، وقام بالتقاطها. خارطة الطريق التقطتها فورا. أوسلو برغم مساوئها وتحفظاتها التقطتها فورا. كل المبادرات السياسية الدولية منذ عام 88 حتى اللحظة تلتقطها القيادة الفلسطينية وتقبلها القيادة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال هي التي ترفض وتتهرب من مسؤولياتها. بالمناسبة اتفاق أوسلو لو طبق للآن وصلنا إلى الدولة الفلسطينية، لكن هم لا يريدون تطبيق الدولة الفلسطينية، وهم لا يريدون أساسا سلام، لأنهم يخشون من السلام ولا يخشون من الحرب أيضا، يخشون من السلام بخوف الديمغرافيا ومعركة الديمغرافيا كما يعتقدون. صحيح. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على وجودك معنا في هذه الحلقة. ونشكركم أيضا مشاهدينا في متابعتنا من هذه الحلقة من المشهد. شكرا.